بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. كل واحد فينا بيدعي ربنا وبيلح في دعوته بكل أمل ورجاء، دعوة بزيادة الرزق، دعوة بصلاح الحال، دعوات بالصحة والشفاء. كلنا بندعي ونتمنى دعوتنا توصل من غير حجاب لرب الكون والسماء. نتمنى دعوة من رجل صالح، وأعظم الدعوات لما تكون الملائكة هي صاحبة الدعاء. يا ترى إزاي الملائكة ممكن تدعي لنا، ومين هو الشخص اللي ممكن الملائكة تدعي له؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. كلنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا بندعي ربنا بنبقى جوانا يعني أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل دعائنا. نفرح قوي لما يدعو لنا رجل صالح، لما يدعو لنا حد من علماء زي حضرتك، حد من رجال الدين، نبقى مبسوطين وحاسين إن الدعوة هتستجاب. لكن لما الملائكة تدعي لنا بقى الله. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه، وجعل الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما قالش عن دعائي، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، لأن مجرد ما رفعت إيدي لربنا أنا أقررت على نفسي بالفقر ولربي بالغنى وبالحاجة ولربي بالصمدية والاستغناء، وعلى نفسي بالذل ولربي بالعز. فمجرد رفع الإيدين ده قمة العبودية. ولذلك ربنا يغضب على من لم يدعه. اللي ما دعاش ربنا، ربنا يغضب عليه. ليه؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: من لم يدعو الله يغضب عليه. لانه لما بيدعيش ربنا واحد من اثنين، ما لهمش ثالث. اما متكبر لانه عنده كل حاجه، انا هدي اقول ايه، عنده المال وعنده الغنى وعنده كذا وعنده السلطان وعنده الجاه وعنده العيال وعنده الزوجه وعنده 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 كل حاجه، فهدي عليه. فاما ان يكون متكبرا او ان يكون يائسا، وكلاهما في جنب الله ذنب طبعا خالص. لا، ادعو، ولما تدعو واطمع، الله يكبر خاطرك، ولما تدعو الله عز وجل اطمع وادع ربنا كتير قوي، لان طلب القليل من الكبير خطأ. طلب القليل من الكبير خطأ. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سأل احدكم فليكثر، فانما يسأل ربه. اذا سألتم الله فسألوه عظيما، فان الله لا يستعظمه شيئا. تخيل حضرتك بقى، انا دعيت ربنا فربنا ان شاء الله يستجيب لي. تخيل حضرتك انا طلبت من ابي وامي ان هم يدعوا لي، باذن الله الاستجابه اقوى. طلبت من عالم كبير، رجل صالح مثلا زي رحمه الله الشيخ الشعراوي، او من علمائنا الكبار فضيله الامام الاكبر الطيب، ولا فضيله الامام الدكتور علي جمعه، طلبت منه انه يدعوا لي. فتخيل حضرتك المساله شكلها ازاي. تخيل حضرتك بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يدلني على اعمال، لو انا عملتها ربنا يجعل الملائكه نفسها هي اللي تدعي لي. ازاي بقى؟ اقول لسعادتك، يلا نقول ايتين وبعدين نقول الاحاديث. اتفضل. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الصلاه اصلها من الناحيه اللغويه الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعوا الله لهم. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حد من بيت اسمه آل أبي أوفى جاب له الزكاة، دعاله كده: اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني بيدعو الله لهم. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يلا نقول الموجز ثم التفصيل. الملائكة تصلي على الإنسان المحافظ على الصلاة، الإنسان اللي بيقعد كده منتظر الصلاة، الأذان أذن فدخل الجامع صلى السنن، قاعد منتظر الإمام أن يقيم الصلاة، الملائكة بتصلي عليه. الملائكة بتصلي وتدعو للي يسد الخلل في الصفوف. ناس بدأوا الصف الثاني والصف الأول لسه فيه مكان لمصلي أو اثنين، يكمل الصف. الله يكبر خاطرك، كمل الصف، الملائكة تدعي له. طب ايه الفكره في اننا نكمل الصفوف؟ عشان احنا ديننا دين الصف، ودين النظام، ودين الانضباط، ودين الترتيب. نقطه مهمه.
واحنا لما بنصطف كده الملائكه لها صفوف كده، وان لنحن الصافون. كمان يا فندم الملائكه تدعو للي بيروح يعود مريضا، يزور مريض يعود. الزيارة كلمة أعم، كلمة عيادة لا تكون إلا مرتبطة بالعيادة، مش احنا بنقول عيادة أو مستشفى ورايح لعيادة الدكتور، فكلمة عيادة دايما مرتبطة بالمريض، إنما كلمة زيارة المريض والصحيح. لأن أنا لسه هقولك اللي يزور صديقه. تمام. حضرتك لك صديقة رايحة تزوريها لله وفي الله، يعني الزيارة للمريض والغير المريض. الله يكبر خطرك. إنما العيادة لا تكون إلا لمن الله يكبر خطرك. طيب الملائكة تدعو ربنا سبحانه وتعالى للإنسان اللي بيذكر ربنا كتير، الملائكة تدعو الله عز وجل للي بيصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتير، الملائكة تدعو أوي 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 للي بيدعي لصاحبه ولغيره، الملائكة كمان تدعو الله عز وجل للمتسحرين. أنا أقوم بالليل أكل لقمة السحر علشان بكرة نصايم، الملائكة عمالة تدعي لك، تدعو ربنا ليك، تدعي لك تدعي لك تدعي لك. الملائكة كمان يا فندم بتدعو الله تبارك وتعالى للصابرين، كل إنسان مبتلى فصبر، الملائكة عمالة تدعي له. الملائكة كمان بتدعو الله عز وجل لكل إنسان بيعلم غيره الخير. هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. نبدأ واحدة واحدة. تفضل. عايز الملائكة تدعي لك حافظ على الصلاة، يلي بتحافظ على الصلاة أول ما تسمع الأذان الله الله يكبر خاطرك الله أكبر. طب الست اللي بتصلي في بيتها أول ما سمعت الأذان وقامت صلت السنة وانتظرت قليلا وقامت تصلي الفرض، هي على سجادتها، طول ما هي على السجادة الملائكة عمالة تدعي لها. طول ما أنا قاعد في الجامعة، مش معناه أن أنا هنقطع عن الشغل، لا، في وقت الصلاة يعني الأذان أذن، تركت كل عملي، دخلت الجامع، صليت تحية المسجد، صليت سنة الظهر، قعدت منتظر الإمام يقيم الصلاة، طول ما أنا قاعد الملائكة عمالة تدعي لي. طب خلصت صلاة، قاعد بقول أذكار ما بعد الصلاة، الملائكة عمالة تدعي لي. الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يعني الملائكة عمالة تدعي لك طول ما أنت في وقت الصلاة أنت في المسجد. طيب كمان الملائكة تدعو للإنسان اللي بيسد الصفوف، اللي بيكمل الصفوف، نقطة مهمة جدا. وفي حديث كتير من الناس بيفهموا خطأ، اللي هو حديث ايه حضرتك؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ده مشتهر جدا هذا الحديث، انه لو حد جه لقي الصف مكتمل، طب وصلى ما بدأ صف جديد هيروح فين؟ طيب ولو لقى الصفوف كلها كاملة ولازم هيقف يصلي لوحده؟ زمان بقى، ما انا اقول لحضرتك في حكم فقهي يقول ايه، هات واحد من الصف اللي قدام اسحبه، يعني امسك ايده كده وبالراحة تيجي مرجعه من قدام عشان يقف جنبك. هذا الحكم خطأ. ليه؟ كيف يجوز لي أن أتصرف فيه بدون إذنه؟ يعني هو في الصف الأول، أحرمه من الصف الأول بناء عليه. ما هو بالضبط أنا كنت لسه هقول لحضرتك، هو وأنا أحكم ليه على غيري بأنه يرجع يصلي جنبي؟ أحسنتي. حاجة كمان، نص الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فقه إيه؟ إذا كان في الصف فرجة، يعني لازم، يعني إذا كان في مكان وأنا سبته ورجعت ورا لوحدي. الله ينور عليك. طب من أين نبدأ الصفوف؟ من وراء الإمام. طب حاجة كمان، لا صلاة لمنفرد خلف الصف لو الصف فيه فرجة، وكمان لو أنا عارف محدش هيجي وغالبا أنا هبدأ صف غيري هيجي يلحقني ويعمل، فلازم نفهم الحديث بهذه الصورة. فده فقه جديد مهم جدا لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب كمان الملائكة تدعو لمين؟ للي بيصلي في الصف الأول. طب والملائكة كمان تدعو لمين؟ للي بيصلي على ميامن الصفوف. تمام كده، خلصنا موضوع الصلاة. الملائكة كمان تدعو للي بيذهب يعود ايه؟ مريض. اي والله ينور على ساعتك، يبقى المريض مرتبطة معاه ايه؟ عيادة، حتى نفتكرها بعيادة ومستشفى وكده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحضرتك حديث مفاجأة. تخيلي حضرتك، يلا نقوله كده ببساطة. أنا عرفت إن في حد مريض. فالنهاردة الصبح كده عرفت، فاتصلت بيه لقيت الوقت مناسب، فرايح له الساعة 10 الصبح. تمام. رحت عدته وقعدت معاه وطيبت خاطره ودعيت له ربنا. تمام كده؟ ومشيت. تخيلي حضرتك أنا لما عملت كده ربنا شغل 70,000
ملك يدعو لي ربنا طول النهار لحد ما يأتي المساء. طول النهار 70,000 ملك عمالين يدعو لي ربنا. طب ليه بالتحديد؟ عشان مش هقول في زيارة المريض واحنا رايحين للمريض او احنا موجودين عند المريض ليه؟ اقول لحضرتك عشان حاجتين. دين دي الجبر الخاطر يا استاذة لمين. والمريض بيبقى محتاج حد يطبطب عليه. الله ينور على سعادتك. ويثبت بقى الطب الحديث حاجة جميلة قوي، ان العيادة دي ولا سيما مع الانسان اللي بيحبه بترفع معنويات مين؟ المريض. وده بيساعد على الشفاء. خلاص فهمني؟ كمان ديننا دي الدين الاسلامي دين الحب والتماسك. شوف التفاصيل الربانية الجميلة. دين المواساة. دين خلي بال حضرتك دايما نيجي على الحلقة الضعيفة ونركز عليها. فالصحيح عاد ولا فرق مع حد، القوي ولا فرق مع حد، الغني ولا فرق مع حد، اللي معاه أبوه وأمه ولا فرق مع حد، لكن يجي الإسلام على اليتيم حتة ضعيفة قويها. يعني ده ينطبق على الشخص اللي ممكن يكون عنده أزمة وبيمر بأزمة وأنا بروح له علشان خاطر يعني جبر الخاطر ليه. طبعا يا فندم طبعا، هو لازم المريض يبقى مريض بدني وممكن يكون عنده نقطة نفسية كده مدكة. وجع. وجع نفسي ده أقوى من وجع البدن. ده وجع البدن سهل صحيح، لكن وجع النفس صعب. من الله عز وجل صح. لكن وجع النفس قوي جدا والشفاء من الله تبارك وتعالى. لكن عايز أقول أنه الألم النفسي أقوى ملايين المراحل من الألم البدني. الألم البدني سهل يا فندم، تعبان مريض خد دواء بفضل الله خلص، إنما الألم النفسي يبيت ويقوم ويصحى ويقوم معاه، ده بالعكس ده أولى. فتخيلي حضرتك العظمة دي. طب أنا لو رحت له وصليت المغرب وجيت رايح له، الله حاجة كده عظمة، طول الليل لحد ما الفجر يطلع 70,000 ملك يدعون الله لي حتى يأتي الصباح. يبقى أنا لو عدت مريض نهارا 70,000 ملك طول النهار بيدعو لي ربي. هل هي دعوة ثابتة معينة؟ لا، ما هو سيدنا النبي قال يدعون. يدعون بإيه؟ وأنا مالي يدعو بس هم يدعو. أنا عارف يعني يبقى أكل وبحلقة ما نتشرط طمع بس الواحد طمعاني أعرف شوف اللي أنت نفسك فيه وإن شاء الله ربنا يلهمهم الدعاء به. ربنا يفتح لك الأبواب المغلقة. ربنا يجبر خطرنا وخطرك وولادنا وولادك ويسترنا ويسترك يا سيدة. بس يدعو. وتخيل حضرتك مش ملك واحد، ده لو ملك واحد دعا ربنا إن شاء الله ربنا هيستجيب له. فتخيل بقى لو 70,000 ملك، ده حكاية تانية كبيرة قوي. طبعا كمان يا فندم لو أنا رايح أزور صديقا ليه، صديق ما فيش بيني وبينه مصلحة ولا فيه بيني وبينه منفعة، رايح كده محبة، حب بقى في الله ولله، ده يوم القيامة النوع اللي زي ده اللي بيحب بعض ربنا. طب لو فيه مصالح بس احنا برضو بنحب بعض ربنا زي الفل، احنا شركة وبنحب بعض ربنا، ايه المانع؟ مش معناها انه نحب بعض يبقى لازم مفيش شغل، لا. المهم ما يبقاش الشغل هو الاساس، يبقى حب ربنا هو الاساس، ويأتي بقى مصالح ويأتي كذا وماله، ده نعمة وفضل الذي يجمع بيننا ربنا جل وعلا، لا مانع. فالواحد رايح يزور صديقه، فربنا سبحانه وتعالى يخلي ملك واقف على الطريق، انت رايح له ليه؟ لمصلحة؟ لا مش لمصلحة. فيه نعمة بينك وبينه؟ لا. فيه منفعة بينك وبينه؟ لا. فيقول طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، ده ربنا بنى لك قصر في الجنة لمجرد انك زرت صديقك ده، والملك يفضل يدعو لك الى ان ان كنت صباحا حتى المساء وان كنت مساء حتى الصباح. شيء عظيم جدا طبعا. عايز الملائكة تدعي لك كمان، عليك بالصبر. الصبر. اي يا فندم الصبر، الف لام صاد ب ر صبر. ما فيش حد فينا ما فيهوش في قلبه ألم طبعا، ولا في حد فينا ما فيش في جسمه وجع. ياما الأجسام شايلة، وياما القلوب مخبية صحيح، وياما البيوت مدارية. فامسك كده على نفسك والزم غرزك واصبر لربك وارضى بما قضى الله عز وجل. تخيل ربنا هيصلي عليك والملائكة تدعي لك ويكرمك دنيا ويهديك في الدنيا وتفوز في الآخرة. أصل الصبر ده كرم ربنا سبحانه وتعالى على البني آدم الصابر، بيبقى كتير قوي قوي. قال الله عز وجل مكافأة على صبره، خذ البشارة. وبيقول كده وبشر الصابرين. بشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة سواء كانت مصيبة بدنية أو مصيبة نفسية قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، يعني أنا ملك لله. يمكن ناس كتير قوي ما بتتذكرش تقولها إلا في حالات دايما بتبقى الوفاة،
لكن في الابتلاءات ما بنتذكرش قوي ان احنا نقول انا لله وانا اليه راجعون. هي ما هي في الابتلاءات كلها الذين اذا اصابتهم مصيبه ممكن تبقى مصيبه الموت، ممكن تبقى اي مصيبه تانية، مصيبه فقد بعض المال، مصيبه فقد اي ابتلاء، اي كان الابتلاء والوجع والالم. الذين اذا اصابتهم مصيبه، ربنا في ايه تانية قال فاصابتكم مصيبه الموت. ممكن تتقال عند الموت، ممكن تتقال عند غيره. طب الصابر بقى عموما يحصل له ايه؟ تمام، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فالصابر ربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليه، وصلاة الله عز وجل أن يعظمك الله وأن يرحمك الله. طب وصلاة الملائكة ثناء من الملائكة أمام الله عز وجل. طب ودعاء المؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى يسترك لما تكون من الصابرين. وخلي بال حضرتك يعلمونا كده، إن جالك الغصب خليه بجميلة. يعني إيه؟ يعني القضاء نافذ نافذ، فما تعترضش، فوز بقى فوز باجر الصبر. ده مثل خد الثواب، مثل صعيدي كده يقول لك ايه، ان جالك الغصب خليه بجميله، لانه كده كده هيحصل، وقع حصل وخلاص. يعني والده توفى، انا اسف، البعيد خبط دماغه في الحيط، ابوه هيرجع؟ مش هيرجع. طب ما تخليها بقى بالايه، بجملتها وتصبر. طب حاسس انك موجوع قوي، اطلب من ربنا يعينك على الصبر. والله العظيم ثلاثه لو طلعت من القلب، أعني على شيء لا يعينك. طبعا طبعا أعني ويعينك. والله يا أستاذة لمية فعلا في حاجات بتبقى ثقيلة علينا وصعبة علينا، أول ما يطلع من قلبي طلب العون من الله تبارك وتعالى، وأقول له أنا تقيل علي فسهلها لي يا رب، أنا صعبة علي فأعني عليها يا رب، ثقيلة علي فخففها عني يا رب. الله إيه ده، هو ما فيش أعظم ولا أجمل من طبطبة ربنا سبحانه أيوة وتعالى علينا. بس يطلع من القلب يا أستاذة لمية، طبعا يطلع من قلبك كده، قايم صلاة الفجر فحاسس بتعب ومش قادر تقوم، وعايزين نجيب ونش ننزلك من على السرير ولا نشيلك، من قلبك عيني يا رب، بس كده لا حول ولا قوة، هتيجي قايم تلاقي نفسك زي الفل وقايم ومستمتع. فضلت الشيخ، واحنا بنتكلم عن الصلاة والوقوف في الصفوف واننا يعني نقف في الصفوف بشكل منضبط، واحنا بنتكلم عن الصلاة داخل الجامع وانتظارنا للحظة الأذان والملائكة وهي بتدعي لنا وكل الأجواء الجميلة اللي هي الصلاة بتختلف تماما داخل المساجد عن صلاتنا في أي مكان تاني، واهتمام جمعية البر والتقوى ببناء المساجد وإعادة بنائها مرة تانية وإعادة هيكلتها مرة تانية بشكل يليق بالناس اللي ممكن تكون موجودة في المنطقة اللي فيها المسجد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تلاحظ حضرتك إن مصر بفضل الله عز وجل بتشهد طفرة عظيمة جدا في المساجد، بتوجه من القيادة العظيمة ومن وزارة الأوقاف، تطوير مبنى ومعنى عظيم جدا جدا، ومن الجمعيات العظيمة زي جمعية البر والتقوى، ما شاء الله تلاقي اهتمام قوي جدا ودراسة بقى، يعني الموضوع مش مجرد زاوية في مكان ولا جام، لا 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 خالص، ده بيشوف المنطقة محتاجة مسجد يتعمل مسجد كما يليق كما ينبغي. فلما بتيجي تعمل بتعمل حاجة كويسة جدا. وأنا شفت بعض المساجد اللي عملتها البر والتقوى، شيء في منتهى الروعة، في صحيح. منتهى الجمال، تعمل حاجة كويسة جدا، تعمل حاجة تليق إن هي تكون ببيت الله عز وجل. ومن أعظم أنواع الصدقات اللي يتصدق بها الإنسان الصدقة في بيت الله تبارك وتعالى. لما ربنا يعينك على ده اعرف إن بإذنه، لأن البيت بيت ربنا طبعا، والمكان والمسجد مسجد ربنا، فمحدش هيقدم فيه جنيه واحد إلا بإذن ربنا. دي نقطة مهمة، فكأنه نوع من الاصطفاء، كأنه نوع من الاختيار، حديث بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط، ما هي علاقة بيننا وبينه محدش يعلمها ولا حد يعرفها، أصل هو بيته، فمش هيقبل حد يدخل جنيه ليه إلا بإذنه هو. صحيح، قال الله عز وجل، أنا بحب المسجد ده ده المسجد اللي فيه الشروق. أنا رحت وصليت فيه، وحاجة يجازيهم كل خير بجد، المسجد جميل جميل جميل. ويشرح الصدر. بالظبط، جدا، في بيوت أذن الله أن ترفع. تخيلي حضرتك المكان اللي انت شايفاه ده والصرح العظيم اللي احنا شايفينه ده على الكاميرا وعلى الشاشة، كان أرض فراغ وظل فترة طويلة متوقف عن الاستكمال لحد ما أهل المنطقة طلبوا من جمعية البر والتقوى، فجاءت جمعية البر والتقوى خادمة لبيت الله تبارك وتعالى
فجاء معه الخير وفتح الله الأبواب فتعمل على أحسن ما يكون وتشطب تشطيب رائع جدا جدا جدا. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يسر العمل فيه بشكل غير عادي وخلص في وقت قياسي جدا. الله. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. العظمة دي تخيل حضرتك يا بخت ويا هنا اللي قدم مهما كان المبلغ اللي قدمه في حتى لو كان بسيط مهما كان. لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنه اللي يبني لله مسجد ولو كمفحص قطا مفحص القطا اللي هو عش العصفورة عش العصفورة يستحيل يكون جامع. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يقول لنا إنه مهما كانت مساهمتك قليلة في المسجد ربنا يدي لك أجر كبير جدا، مهما كانت المساهمة قليلة ربنا يدي لك قصر في الجنة، مهما كانت مساهمتك قليلة ربنا يدي لك بمقدار من يصلي في هذا المكان. تخيلي حضرتك كل من أنفق على بيت الله تبارك وتعالى، كل من تصدق، كل من أهدى بيت الله شيئا أيا كان بقى، في البناء، في التشطيب، في الفرش، في السيستم، في الإضاءة، في الصيانة. ما هو الموضوع مش مرتبط بالبناء بس، ده مرتبط بما بعد البناء وما بعد التشغيل، مرتبط بالصيانة، مرتبط بالمتابعة والاستمرار. استمر على ده، سابق في أنك أنت تساهم في بيت الله تبارك وتعالى، أعظم استثمار مع ربنا. أنا لا أريد أن أموت، أنا عايز أحيا، أنا عايز بعد ما أموت حسنات الجارية شغالة، واحذر بعد أن تموت سيئاتك الجارية تبقى شغالة، اسمي وحياتي وسرتي ما تنتهيش بالموت. الله يرضى عني. قال الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم. علمت نفس ما قدمت وأخرت، آثارهم ما يبقى بعد موتهم، يستمر العمل، بابك في السماء يفضل مفتوح يصعد منه العمل، وتوقفت السيئات ولم يبقى إلا الحسنات. شوف العظمة دي. فتخيل حضرتك له له اللي بيساهم في الجامع له بمقدار من يصلي فيه ومن يذكر ربنا فيه ومن يدعو الله فيه ومن يعلم فيه ومن يقيم عدد حسنات، يعني حسنات إيه بقى ما شاء الله لا حصر لها، والله عز وجل عظيم وكريم وأكرم. صحيح. حضرت قبل كده فرحة الناس بأنه كانت منطقة من المناطق البسيطة وكان فيها مسجد صغير، المسجد ما كانش شغال بسبب أنه ما فيش مية واصلة للمنطقة، وساعتها الجمعية عملت بير هنا، فكانت فرحة الناس فرحتين، فرحة غير عادية بأنه بقى فيه مية موجودة في المكان أنهم هيقدروا يتوضوا ويدخلوا يصلوا داخل المسجد. من أعظم ما أتقرب به إلى الله عز وجل المساجد ورعايتها وصيانتها ومتابعتها والاستمرار في خدمتها، ده تشريف من الله تبارك وتعالى. يميز جمعية البر والتقوى إنها متنوعة النشاط ودرسة كويس جدا للنشاط. فتلاقي ما شاء الله ما بين مساجد تبنى ومستشفيات تقام وما بين قوافل ترسل إلى شتى البقاع. صحيح. وإلى حدود البلد وخارج حدود البلد بالتنسيق مع المؤسسات. فالجمعية جمعية عملاقة، جمعية عمل مؤسسي ضخم جدا، عندها دراسة قوية لكل شيء وكل خطوة هم بيخطوها. الله ينور على سعادتك. مع رعايتهم لواجب الزمان وواجب المكان وواجب الحال. فهي ما شاء الله عاملة مبادرات كثيرة جدا، قوافل الخير، قوافل، وتقريبا القوافل من الحاجات اللي احنا بنقولش عليها موسمية، هي مستمرة طول السنة. مظبوط. الناس كلها بيبقى احتياجاتها للأكل وللأدوية وللغطاء وللبس ولجهاز العروق، يعني كل أي كانت تبقى قوافل متكاملة يا أستاذ لمي. صحيح. يعني فيها الطعام، فيها دواء، قوافل طبية، فيها فرش، بيبقى فيها بطاطين وغير ذلك، فيها أجهزة التزويج العرايس وإعادة تأهيل البيوت والأجهزة الطبية. طبعا، وأجهزة طبية وأنابيب الأكسجين ومحطات التحلية ومبردات المياه وتوصيلات المية، وأمان ودافع اللي راحت غزة. هم عملوا دراسة زي ما حضرتك بتقول، دراسة الوقت والزمن اللي احنا موجودين فيه، والقافلة طالعة عشان الناس متكاملة. إيه؟ شوفي
حتى لو في حد من زوجي كمان ده فيها كمان سراير كمان، لو حد من المرضى اللي محتاج عكاز او كرسي او شيء من هذا القبيل او ادويه او بطاطين او مفروشات او اطعمه او اجهزه. فما شاء الله هي لما بتعمل عمل طيب، عمل عملاق يليق باسيادنا اللي احنا بنقدم لهم اجر وثواب. اللي يتبرع بسرير لمريض او لكرسي متحرك زي اللي احنا شايفينه او عكاز او ايا كان. شوف يا حضرتك، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره، من يسر على معسر يسر الله في الدنيا والاخره، ومن قضى حاجه اخيه قضى الله حاجته، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. احنا ديننا الاسلام يا فندم قائم على المواساه، قائم على التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. احنا كمسلمين كلنا من اقصاها الى اقصاها، من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب، زي الجسم الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فاحنا كلنا جسم واحد، وكلنا لازم نستشعر بالم اخواتنا في اي مكان، في داخل مصر خارج مصر، واللي نقدر نعمله بنعمله. وانت لما بتقضي حاجه حد ربنا يقضي حاجتك، انت لما بتستر حد ربنا بيسترك. شوف يا حاجه مشرفه، الكراسين اللي مليانه المواد الغذائيه اللي بيحتاجها اي بيت، ولما بيعمل مواد غذائيه بيعمل مواد غذائيه ممتازه جدا اللي تصلح ان احنا نقدمها لبيوتنا احسن ما يكون ومتكامله علشان اسيادنا الفقراء. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. من أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حوائج الناس، الإسلام كله قائم على جبر الخاطر، الإسلام كله قائم على نفع الناس، مش نفع المسلمين بس، نفع الناس. يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله غير الصلاة والصيام والزكاة أركانه على راسي؟ لا، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة قضيت أم لم تقضى أحب إلى الله من الاعتكاف في مسجد المدينة شهرا كاملا. فاللي بيبعت سرير لحد محتاج، ولا عكاز لحد متعب، ولا قافلة يساهم فيها، ياخد أجر قد كأنه ذهب إلى مدينة سيدنا النبي، ربنا ما يحرمنا منها أبدا يا رب، واعتكف جوه الجامع شهر كامل. ده سيدنا النبي قال كده: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى الله من الاعتكاف في مسجد المدينة شهرا كاملا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها الله ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام يوم القيامة. يلا بينا نبقى طاقة نور، يلا بينا نبقى معلمين خير علشان الملائكة تدعي لنا ربنا. صحيح، تدعي لنا ربنا. اربط بأول الحلقة بآخر الحلقة، عايز الملائكة تدعي لك، مش الملائكة بس، الملائكة تدعي لك، أهل السماوات يدعو لك، أهل الأرض يدعو لك، حتى النمل في الأرض، حتى الأسماك في البحار تدعي لك. إزاي؟ اسمع نص الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكتهم وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره لا يستغفرون الله، لا يدعون الله لمعلم الناس الخير. الله. فأنا مش محتاجك تعمل خير بس، أنا عايزك تعمل خير وتدعو غيرك لعمل الخير، وتعلم غيرك عمل الخير. كن طاقة نور وباب خير للجميع. ربنا يا رب يتقبل من الكل. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين: تكفى همك ويغفر الله ذنبك. وانا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.